بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، أهلا بكم في المحاضرة السادسة من محاضرات مساق دراسات فلسطينية. في هذه المحاضرة حنتناول الفصل السادس بعنوان المنظمة الصهيونية العالمية. محاور المحاضرة: أولاً، اتجاهات الحركة الصهيونية. ثانياً، إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية. ثالثاً، الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومن خلال هذه المحاور الثلاثة حنتعرف على دور المسيحية الصهيونية في نشأة المشروع الصهيوني، وأهم اتجاهات الحركة الصهيونية والملامح الرئيسية لكل اتجاه، وحنوضح دور المنظمة اليهودية العالمية في بلورة المشروع الصهيوني، بالإضافة لدور الهجرة والاستيطان في الفكر الصهيوني باعتبار أنهما جوهر وفلسفة هذا المشروع. للحركة الصهيونية اتجاهان: الأول، الصهيونية غير اليهودية. الثاني، الصهيونية اليهودية. والاتجاه الثاني، الصهيونية اليهودية، بيتمثل في مدارس، في 6 مدارس: الصهيونية السياسية، التصحيحية، الاشتراكية، العملية، الدينية، الثقافية. الاتجاه الأول، الصهيونية غير اليهودية أي المسيحية الصهيونية، هذا الاتجاه ظهر في القرن 17 الميلادي في أوروبا الغربية لأسباب دينية واستعمارية. كانت الفكرة الأساسية لهذا الاتجاه هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدأ بين عدد من المسيحيين في بريطانيا بتأسيسهم لحركة العودة اللي بتعني عودة اليهود إلى فلسطين. اتبنى الفكرة نابليون بونابرت أثناء حملته الفرنسية على مصر والشام، واقترح إقامة دولة يهودية في فلسطين. في 1865 أنشأ الصهاينة الإنجليز صندوق استكشاف فلسطين. الهدف من هذا الصندوق مساعدة اليهود الراغبين في الاستيطان الزراعي بفلسطين، وأرسلوا بعثة إلى فلسطين من أجل تحقيق هذا الهدف، واستمرت جهودهم حتى صدور وعد بلفور اللي على أساسه أقيمت دولة إسرائيل. الاتجاه الثاني، اليهودية الصهيونية اليهودية. طبعا الاتجاه الأول مهد لظهور هذا الاتجاه الثاني، بمعنى أن الصهيونية المسيحية مهدت لظهور الصهيونية اليهودية، بالإضافة طبعا لأسباب أخرى من أهمها كان فشل فكرة اندماج اليهود مع الشعوب الأوروبية، خاصة بعد ما خاب أملهم في التحرر والمساواة، بالإضافة لتأثر اليهود بالحركات القومية الأوروبية وضعف الدولة العثمانية اللي كانت فلسطين جزء منها، ودور النخبة المفكرة لليهود اللي بيآمنوا بالفكرة الصهيونية، وغيرها من العوامل أدى إلى ظهور الصهيونية اليهودية. طبعا الصهيونية اليهودية الاتجاه الثاني حكينا بيتمثل في مدارس مختلفة، هما 6 مدارس. المدرسة الأولى الصهيونية السياسية، وهي تيار صهيوني دعا إلى جعل المسألة اليهودية سياسة عالمية وإيجاد حقائق في فلسطين تجعل المجتمع الدولي يوافق على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وحتى تحقق هذه المدرسة غايتها، يجب أن تتبنى دولة عظمى المسألة اليهودية وتوفر إلها الغطاء القانوني والدولي. المدرسة الثانية الصهيونية التصحيحية بيعتبرها البعض أنه هي فرع من المدرسة الأولى، وهي تيار بيغلب الجانب القومي على الجانب الديني، وبيتبنى العنف كوسيلة للتعامل مع العرب والفلسطينيين، وبيآمن بأرض فلسطين الكاملة من البحر إلى النهر. أما المدرسة الثالثة الصهيونية الاشتراكية، هي مدرسة بتسعى إلى تحقيق الأهداف الصهيونية على أسس اشتراكية، وبتدعو إلى ربط المشروع الصهيوني بواسطة نظام حكم اشتراكي في فلسطين. تسمى هذه المدرسة بالصهيونية العمالية أيضا. المدرسة الرابعة الصهيونية العملية، هي تيار في الحركة الصهيونية العالمية دعت إلى ضرورة تنظيم هجرة يهودية مكثفة إلى فلسطين، وتنظيم الاستيطان اليهودي فيها، وإقامة المؤسسات اليهودية بدون ما تنتظر تصريح أو ترخيص لإقامة هذه المؤسسات في فلسطين. المدرسة الخامسة الصهيونية الدينية، هي تيار صهيوني ديني بيتبنى شعار أرض إسرائيل لشعب إسرائيل بموجب شريعة إسرائيل، وبيدمج بين الإيمان الديني والعمل الصهيوني، وبيربط بين التوراة المقدسة والأرض المقدسة والشعب المقدس، وهو بينقسم إلى تيار ديني قومي وتيار ديني محافظ. التيار الديني القومي تيار متعصب للصهيونية، بينما التيار الديني المحافظ رافض للصهيونية كان في البداية،
ثم اندمج وقبلها في الكيان الصهيوني. المدرسة الأخيرة الصهيونية الثقافية هي مدرسة بتعتبر أنه فلسطين هي مركز روحي وثقافي لليهود في العالم، وبتعتبر أنه الشعب اليهودي هو مركز القداسة وليست الأرض، وبتركز على إحياء الثقافة اليهودية والتراث والقيم المرتبطة بإنجازات وتاريخ الشعب اليهودي، وليست إقامة الدولة اليهودية رغم أهمية تجمع اليهود على أرض الأجداد. المحور الثاني إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية. طبعا هرتزل من أهم زعماء المدرسة الأولى، المدرسة الصهيونية السياسية. نشر هرتزل كتاب الدولة اليهودية في 1895، وهذا الكتاب كان بيحمل فكرة إيجاد دولة يهودية في فلسطين على اعتبار إنه جوهر المشروع الصهيوني هو انتزاع الأرض العربية من أصحابها وإعطائها للمستوطنين اليهود من الخارج. وهو كزعيم لتيار المدرسة الأولى الصهيونية السياسية كان بيرى أن مشروع الدولة اليهودية لا يتحقق إلا من خلال غطاء وحماية ودعم من إحدى الدول الكبرى أو أكثر. وتطبيق لأفكاره سعى ونجح في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا، وأعلن عن إقامة المنظمة الصهيونية العالمية وهدفها المركزي، وهو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بيضمنه القانون العام. وحدد في هذا المؤتمر برنامج المؤتمر لتحقيق الهدف المركزي كتشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين وتنظيم اليهود في مؤسسات محلية وعالمية وتنمية الحس والوعي القومي، بالإضافة لبدء الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة الدول الكبرى على الوطن القومي. أول دولة توجه إلها هرتزل هي ألمانيا، لكن فشل في الحصول على أي دعم منها. بعد ذلك اتجه إلى الدولة العثمانية، حاول الحصول من السلطان العثماني على دعم بعدة طرق كالإغراءات المادية بسداد ديونهم للدولة العثمانية، إنشاء شركة يهودية عثمانية لإعمار فلسطين، بالإضافة لتفعيل الوساطات الأوروبية والتركية لدى السلطان العثماني الإقناعي. لكن جميع محاولات هرتزل فشلت، ورفض السلطان العثماني تقديم أي دعم لهرتزل. اتجه بعد ذلك إلى بريطانيا، وشهد في حياته 6 مؤتمرات للمنظمة الصهيونية العالمية، كان آخرها المؤتمر السادس في بازل بسويسرا. المنظمة الصهيونية العالمية أسست العديد من المؤسسات حتى تحقق هدفها المركزي، وهو إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، واستمر وجودها وعملها بعد قيام دولة إسرائيل في 48. وعقد المؤتمر الصهيوني الأول رقم 23 في القدس لأول مرة في 51، وأصدر برنامج القدس اللي عاد تحديد المهام الجديدة للمنظمة الصهيونية العالمية كتوطيد دعائم إسرائيل وتجميع يهود الخارج في أرض إسرائيل وتنمية وحدة الشعب اليهودي، بالإضافة لحرصهم على عدم ذوبان يهود المنفى في مجتمعاتهم ومساعدتهم على تشكيل مراكز قوى بتخدم الكيان الصهيوني. المحور الثالث الهجرة اليهودية إلى فلسطين. حكينا في البداية أن الهجرة والاستيطان في الفكر الصهيوني هما أساس وجوهر وفلسفة وفكر هذا المشروع اللي بيزعم أن فلسطين هي إسرائيل، وأن تاريخها توقف برحيل اليهود عنها، بل أن تاريخ اليهود أنفسهم اختصر في عودة اليهود إلى فلسطين. طبعا هذا وفق لمفهوم توراتي بيتمثل عندهم في عودة الشعب المختار إلى أرض الميعاد والأرض المقدسة، وتبنت فكرة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب اللي بتنفي الشعب الآخر وكأنه غير موجود وبتقتلعه من أرضه حتى يحل مكانه الشعب اليهودي وليس للتعايش معه على نفس الأرض. فكرة الهجرة والاستيطان في فلسطين من الصهيونية غير اليهودية طرحت على يد مارتن لوثر مؤسس الحركة البروستاتنية كجزء من عقيدة الألفية. هجرة اليهود في العهد العثماني في 1918، في 1837 قدر عدد اليهود في فلسطين ب 1500 يهودي. أول مستعمرة يهودية تم إنشائها على الأراضي الفلسطينية كانت بمبادرة اليهودي البريطاني ثري موشي في 1859 عندما أقيم حي يمين موسى خارج أسوار القدس. في 1881 بلغ عدد اليهود 22 ألف يهودي،
بدأت الهجرة اليهودية في 1882 على شكل موجات متتالية. في الهجرة الأولى 25,000 يهودي، معظمهم كان من روسيا. في الهجرة الثانية 40,000 يهودي، معظمهم من روسيا ورومانيا واليمن. وارتبط بهذه الهجرات شعار العمل العبري وتأسيس المستعمرات الجماعية الكيبوتس والتعاونية المشاة، وقدم معها الكثير من قادة الكيان الصهيوني فيما بعد. قبل الاحتلال البريطاني على فلسطين بلغ عدد اليهود 85,000 يهودي، بيملكوا 418,000 دونم موزعين على 44 مستعمرة زراعية. هجرة اليهود في عهد الاحتلال البريطاني وحتى 48، هذه المرحلة فتحت آفاق جديدة للهجرة اليهودية بعد ما أدمج وعد بلفور بسقف الانتداب البريطاني على فلسطين، اللي بيلزم سلطة الاحتلال بتسهيل هجرة اليهود بالتعاون مع الوكالة اليهودية. فبدأت الهجرة الثالثة بعد الحرب العالمية الأولى، ضمت 35,000 يهودي من أوروبا الشرقية وروسيا. في الهجرة الرابعة ضمت ما يقرب من 90,000 يهودي، كان معظمهم من بولندا. في الهجرة الخامسة 200,000 يهودي، معظمهم من بلدان وسط أوروبا. في الهجرة السادسة استمرت حتى 48، دخل فلسطين 120,000 مهاجر يهودي. في نهاية عهد الاحتلال البريطاني وإعلان قيام دولة إسرائيل، كان عدد اليهود في فلسطين بيتعدى 560,000 يهودي، مقابل عدد الفلسطينيين كان أكثر من 1,300,000 فلسطيني. الهجرة اليهودية في عهد الاحتلال الإسرائيلي، يعني بعد إقامة دولة الكيان في 48، هذه الفترة فتحت المجال أمام اليهود في شتى أنحاء العالم للهجرة إلى إسرائيل، وأصدرت قانون العودة اللي أعطى الحق لكل يهودي في العالم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بمجرد قدومه إلى إسرائيل. وبناء على هذا الحق هاجر العديد من اليهود إلى فلسطين على شكل موجات متتالية، بدأت أولها بعد إعلان الدولة في 48. ففي الهجرة الأولى كان عدد اليهود اللي هاجروا 200,000، في الهجرة الثانية 400,000، في الهجرة الثالثة كانت ضمت مئات الآلاف من اليهود. آخر هجرة لليهود كانت في فلسطين، بدأت في 89 مع انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية. هاجر خلال 10 سنوات في إطار هذه الموجة حوالي 1,000,000 يهودي روسي طبقا للمركز الإحصائي الإسرائيلي. طبعا احنا من خلال استعراضنا لهذا التاريخ للحركة الصهيونية، بنلاحظ انه المشروع الصهيوني هو مشروع غزو استعماري استيطاني احتلالي، وهو مشروع عنصري عدواني توسعي قام على مزاعم وأساطير دينية يهودية وعلى أوهام سياسية وأكاذيب، كان من أهمها أرض الميعاد وشعب الله المختار وأرض بلا شعب وغيرها من الشعارات والأكاذيب اللي مهدت لقيام دولة بترتكز على عقيدة دينية تحريفية وفكرة استعمارية استيطانية. وبيتضح لنا من خلال ما تقدم مدى ارتباط المشروع الصهيوني بالقوى والمشروع الاستعماري الغربي اللي تعمد لحل المشكلة اليهودية في أوروبا بزرع الكيان اليهودي في فلسطين حتى يتخلص منهم ويزرع دولة وظيفية وسط الوطن العربي والإسلامي حتى يخدم أهدافه الاستعمارية. إحنا هيك بنكون أنهينا عرضنا لليوم، إلى لقاء آخر بإذن الله.